كل الفيديوهات اللي ليها علاقة بالتنمية البشرية اللي بتتعلق بالوظيفة يعني وبالمديرين وبالموظفين دايما بتخاطب الموظفين ازاي يتعاملوا صح مع المديرين بتوعهم، ازاي يضحك على المدير، ازاي يثبت المدير، ازاي يقول له انا عايز اجازة، فما تقولوش انا عايز اجازة، لا انت تروح تقول له ايه رأيك اني من بكرة اريح عشان خاطر الحد اعمل شغل مش عارف اعمل ازاي. صدقني انه الكلام ده يعني انا ما بشوفوش كويس، ان انت تنصح الناس بكده ده مش صح. فتعالى في الفيديو ده نتكلم عن انواع الموظفين بجد بناء على خبرة 22 سنة في الشغل. الموظفين ثلاث انواع. النوع الاول نوع كده جميل، بيحب يفكر، بيحب يبدع، بيشتغل لوحده، ما بيستناش حد يقول له اعمل عشان يعمل. طبعا عارف حدود شغله وعارف مساحة شغله وعارف ايه الشروط اللي ممكن يكون يعني ملتزم بيها جوه الشغل كاحترام الشغل يعني او مكان الشغل، لكن هو راجل ما بيحبش يقعد على مكتب، بيحب يتحرك، بيحب يفكر، بيحب يطور. ده نوع، النوع الاول. النوع التاني واحد بيحب حد يشغله، هو مش بتاع شغل، هو مش بتاع ان هو يبدع، لا هو بيحب حد يشغله، بيحب انك تقول له اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، هيعمل لك واحد اتنين تلاتة اربعة في الشغل احسن ما انت متوقع، يعني بينفذ حلو جدا. النوع ده عظيم، والنوع ده بيعتمد عليه النوع الاولاني اللي هو بيحط التصور العام او الخطة اللي هنشتغل عليها، والنوع التاني اللي بيقعد ينفذ بقى الخطة العامة بتاعه. المشكلة الحقيقية دايما في اي شغل في الدنيا بقى هو النوع التالت. النوع التالت ده نوع صعب جدا ومرهق جدا، نوع ما بيشتغلش قد ما بيشتكي. يعني لو حسبت اشتغل قد ايه واشتكى قد ايه او صدر مشاكل قد ايه، هتلاقيه بيصدر مشاكل وبيختلق المشاكل اكتر ما بيشتغل 100 مرة. ده حقيقة. النوع ده هتلاقيه دايما دايما بيسألك اهم الاسئلة، اجازته عاملة ازاي، اجازته امتى، بيجي من الساعة كام للساعة كام. يعني مثلا المفروض ان هو يجي مثلا 11 الصبح، فقلت له لا خلينا نيجي 10:30. ليه يحسسك ان حياته اتدمرت، ان النص ساعة في الحياة دي بالنسبة له هو اللي بيبني عليها المستقبل اللي جاي كله. رقم اتنين هتلاقيه دايما عنده مشاكل في الفلوس، يعني دايما يقول لك ايه ما قبضناش فلوس، ما نزلتش، كلنا عايزين فلوس كلنا. بس النوع ده هتلاقيه اوفر في كل حاجة ليها علاقة بالمشاكل، دايما بيغلف ضعفه ومشاكله في الشغلانة بالمشاكل اللي موجودة في اي شغل في الدنيا. اللي يقولك انه شغال في مكان 100% حلو كذاب. مفيش شغل في الدنيا 100% حلو، مفيش شغل في الدنيا ما بيبقاش مرة كويس ومرة مش كويس، مرة عالي ومرة مش عالي، هو الشغلانة كده متغيرة. فعلى قد ما تقدر حاول وانت بتفكر تبقى يا النوع الاول يا النوع التاني. سيبك من النوع التالت، النوع التالت ده عبارة عن كيس رمل متعلق في رجل الناس اللي بتشتغل، اللي هو يلا يا جماعة ننفذ، طب احنا ممكن مش عارف الامن يمسكنا، ده احنا ممكن ما نصورش، ده احنا ممكن ما نطلعش، طب الكاميرات ممكن ما تبقاش كويسة، طب الصوت انا خايف من الصوت، طب معرفش ايه انا خايف. يا حبيبي ما اكيد الناس التانية دي اللي عمالة تحضر دي خايفة زيك بالظبط. جرب كده، اول ما يقولك اي مشكلة اقول له طب خلاص خلينا نأجل، هتلاقيه في سعادة اترسمت على وشه مش طبيعية انها اتأجلت. والنوع التالت ده كمان عنده حاجة جميلة جدا، هتلاقيه بيبدع وبيص كرييتيف بطريقة مش ممكن. في ازاي هياخد اجازة، ازاي هيلضم الاجازات مع بعض. يعني مثلا ايه، هو عارف ان في اجازة مثلا الشغل بيبدأ الحد مثلا، فهو عارف ان في اجازة موجودة في البلد يوم الاثنين، فازاي ياخد مثلا ايه جمعة سبت حد اثنين. بتلاقيه بقى بيبدع يفكر، لو فكر ربع التفكير ده في شغله هياخد الاجازة دي برضو، بس لانك خلصت. على فكرة المدير الكويس السوي الشاطر اللي بيفهم مستعد ان يدي للموظفين اجازات وراحات لو الشغل فعلا طالع مظبوط، طالع صح، مفيش مشكلة، التارجت مظبوط، يعني خلاص الدنيا مظبوطة. هقولك لا ليه، فلو سمحت
النوع الاول النوع التاني، اختار بينهم، التالت ده عشان خاطري، ولا تبقى واحد منهم ولا تقرب منه. الشخص اللي تلاقيه كده ما تقربش منه، يبقى باين باين اول ما تدخل الشغل كده تلاقيه يقول لك هنفطر ايه؟ هناكل ايه؟ هو فلوس ما نزلتش؟ هو الجو حر؟ التكييفات مش شغاله؟ والورق مش موجود؟ هما ازاي مش جايبين اقلام؟ هما ازاي مش جايبين داشبورد معلق عليه؟ هما ازاي مفيش النت واقع؟ هو ليه النت واقع؟ يا ترى ليه بقى؟ ويدخل بقى في حوار في ان المؤسسه دي ما دفعتش فلوس للنت والسنه اللي فاتت عملت. يا نهار اسود، مفيش شغل، مفيش شغل. هو ما بيعملش شغل، هو طول الوقت بيصدر حوارات، بيصدر مشاكل. ودايما هتلاقي النوع الثالث ده عنده مشاكل او رؤيه او مؤامره مع كل الناس. يعني وهو شغال هتلاقيه مثلا ايه، شايف ان محمد مش كويس، وسيد مش كويس، وعبد الرحمن مش كويس، ومنه مش كويس، وساره مش كويس، وكل واحد فيهم مش كويس من وجهه نظره، بس هو بس اللي كويس. يعني هو بس اللي كويس وبس كده.